انا متجوزه من 3 سنين، من اول اسبوع جواز وانا في مشاكل معاه بسبب الغيره والشك والانانيه. ركزوا معايا عشان المشكله دي مش عارفه يعني اقول لها ايه. عشان سلمت على جوز اختي زعق لي وخصمني، وبعدين ممنوع انزل اشتري طلبات للبيت او انزل لوحدي ابدا، ولا حتى اروح عندهم طول ما اخوه جوز اخته موجودين، يعني حتى جوز اخته يعني فهماني. حابسني وقافل عليا من كل الناس، حتى اهلي مسموح ليا يوم واحد بس في الاسبوع، ممنوع اقابل اصحابي، ممنوع اروح كوافير واي مكان لوحدي، ممنوع ممنوع لازم هو يبقى معايا بلاش. وانا اتخانقت ونفسيتي تعبت، واتكلمت معاه كتير جدا بس مفيش فايده. بيقول لي غيري لبسك وانا اسيبك، غيرته ولبس الطويل وواسع وفساتين، برضه هو ما اتغيرش. شكاك قوي وما عندوش ثقه في نفسه ولا في اي حد، وانا تعبت وبيدخل في كل حاجه تخصني، مش مديني مساحتي في اي حاجه، وعنده برود في المشاعر، حتى ما بيتكلمش ولا بيقول كلمه حلوه، ولا حتى بيقعد معايا بعد ما يجي من الشغل كمان، وياكل ويدخل ينام كمان، كاني عايشه معاه خدامه. اتصرف ازاي معاه؟ الله، بقى لها كام سنه يعني متجوزه؟ بتهيألي لسه جديد. قالت في الاول لا مش عارف، معلش 3 سنين اقصد. 3 من 3 8 3 سنين ده 3 سنين. انا ما اعرفش عندها اولاد. في اولاد؟ اهربي. ما انا ده اللي عايزه اعرفه. واضح ان مفيش. اهربي. لو مفيش اولاد، لو كان في كانت قالت، دي حياته هتبقى كده. اهربي. ده طبعه، لان انا اعرف واحده بس هي اتطلقت بعد 19 سنه. واحده قريبتي. اوف. نفس الطبع، مش هيتغير طباعه، هي الغيره الفظيعه، مش عايز حد يخش بيته، مش عايز يروح لحد، كل النظام ده والغيره الفظيعه ومشاكل في خروجه ومشاكل في دخول، كل ده بصي مش هيتغير. لو ما خلفتيش اجري، ولو خلفتي اجري. لا بصي، لو اجري خلفتي هقول لك حاجه، لو عندك عيال يبقى هتعفري. صح، تقفي تعفري. هي هيبقى عندها عين واحد. على يعني فكرة لو عندها، ما انا مش عارفه دي مش عايشه، مش هنشحطه دلوقتي يعني. صح. نعمل محاوله عفري. يعني لو عندك، مش هيتغير لو عندك بس ولاد. تحاول. ما اسمعيني، تحاول عشان تبقى عملت اللي عليها قبل ما تاخد القرار. يعني لو صحت روايتها. يعني لو صحت الروايه اللي هي بتحكيها دي بجد، انه هو لهذه الدرجه، لانه في كلمه اتقالت وبيقول لها ايه، لو غيرتي لا، وبعدين رجعت غيرت ما نزلش برده، قال لها لا خليكي تنزلي. هل هو الراجل ده في امل فيه؟ بس محتاج طريقه ذكيه. غيرت هي بيقول لها اي كلام. ما غيرت مغيره ولبست واسع وطويل، ما فيش فايده. هو غيور، انا عارفه الطبع ده اصلا يعني. طب ايه رايك؟ عشرت حب ناس. ايه رايك تهدده؟ هل يعني التهديد هنا ينفع؟ اهلها لازم يدخلوا ولا يبقى موضوع كده؟ لا ده لازم بقى هنا اهلها يدخلوا. لا لازم في الحته دي مش تقدر عليه لوحدها، ده واضح شديد وعنيف شويه، واخد بالك؟ فانا بقول لا، ده لازم اهلك تروح تشتكي لابوكي، يتدخل يا يعدل حياتك معاه يا شكرا مرسي مع السلامه. صح. ودي محاوله عشان لو انت عايزه تستمري في الحياه معاه، او بتحبيه، او في مميزات تانية مش قايلاها، فهماني؟ لا يعني في مميزات قدام عيوب، فلو كده عفري بقى الاول معاه، انت مفيش فايده، يبقى اهلك يدخلوا. ده انا رايي الاول، بعد كده خلاص. البنات دي يا جماعه بتبقى فين وقت الخطوبه؟ ما بيشوفوش الكلام ده، ما بيبقاش مبين قوي يا جماعه، انتبهوا. ما كانش بيبين قوي او بيبقوا متسربعين. هو انت ايه محتجزها رهينه هي يعني؟ انا مش فاهمه في ايه. لا، ويا ريته في المقابل مثلا حنين رومانسي يفسحها بيخرجها. يلا بغير عليك، بحبك، تعالي انا هاخدك افسحك، ما تنزليش يا حبيبتي. انا هاخدك في الفقره دي كتير قوي في التعليقات بجد، بخش على الفاضي والله.